عسلامة ومرحبا بمشتركي سابورانات. اليوم انا باش نقدم لكم المساعدة في وصف الشخصية. كيفاش تتمثل المساعدة؟ باش نعطيكم بعض الحاجات اللي انتم تنجموا تستعينوا بها كي يكون عندكم وصف لشخصية معينة. في بداية الامر احرصوا على اختيار اوصاف الشخصية التي تتلائم مع الاعمال التي ستقوموا بها. بطبيعة الحال احنا مش نختاروا الصفات اللي تناسب والا اللي هي تكون ملائمة مع الاعمال اللي هي باش تقوم بها الشخصية. كأنه معتها انا باش نوصف عامل اكيد باش نوصف العضلات متاعو، باش نوصف هيئته، القوة متاعو اللي هي تمثل في العمل هذاك. ما جيش نقول انا هو مثلا يعمل في اعمال عمل شاق وانا نقول جميل ونحكي في حكايات اخرى ونوصف كذا، بينما هو عندي حاجات اخرى نجم نوصفها، العرق يتسبب، عضلات مفتولة، حاجات كي من هكا. هذاك علاش وقالك تتلائم مع الاعمال التي ستقوم بها. ثانيا، في وصف الشخصية جوانب عديدة يمكن اجمالها. في ايش معناتها؟ الجوانب الخلقية، الطول، القصر، لون البشرة، شكل الانف. معناتها كي باش نوصف نلمد هذوما، ما نجيش نقول انا الطول وبعد نحكي على اللبس وبعد نرجع للقصر مع نحكي على لون البشرة وبعد نرجع نحكي على حكاية اخرى وبعد نرجع نحكي على شكل الانف. لا، هذوما معناتها نقوم النجم نحكي عليهم في جملتين ثلاثة ولا حتى في فقرة صغيرة. نحكي على الجوانب الخلقية، معناتها على وجهه، على طوله، على قامته، حاجك من هكا. وبعد النجم ننتقل الى الجوانب الخلقية واللي هي نجم نلمدها مع بعضها ونحكيها زادة في فقرة صغيرة أخرى. الصدق، الكذب، الأمانة، الجود، حسن المعاشرة، حلو الحديث. نجم زادة ذوما نوصف بهم الشخصية متاعي بطبيعة الحال على حسب العمل اللي هي باش تقومه ونلمدهم مع بعضها. طيب باش ننتقل للهيئة. احنا بدينا في الجوانب الخلقية بعد الخلقية بعد الهيئة. الهيئة ما يضعه على رأسه، كما عمامة، طربوش، شاشية حمراء، ما يلبسه، كما جبة بيضاء، فستان أزرق وما إلى ذلك، ما ينتعله، حذاء أسود لماع، بلغة بيضاء من الجلد. هكذا تكون الأمثلة متاع الوصف. معناتها كي ننتقل للهيئة نبدأ من الراس وشنو لابس، نكمل معناتها الوصف اللي موجود فوق الراس وشنو لابس بالضبط، ومن بعد ننتقل الى لبسه العام، معناتها جبة، فستان او كذا كانت امراه ولا حاجك من هكا، ونكمل. ومن بعد نهبط الى معناتها ساقيه شنو لابس، نوصف الحذاء نتاعو، ونوصف حتى اذا كان اضطريت نوصف الخيط نتاع الحذاء او من ماذا مصنوع الحذاء نتاعو، كيما لهنا بلغة بيضاء من جلد والى ذلك. هكاك تكون انت معناتها وصفت الشخصيه بطريقه منتظمه. هكا نكون انا معناتها عطيتكم الحاجات اللي هي تساعدكم في وصف الشخصيه ويكون الوصف نتاعكم منظم، وان شاء الله تقوموا بانجاز عمل جيد. الى اللقاء.